السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. في الفيديو ده هقول لكم على مشكلة حصلت معانا في موتور أسانسير. هو مش أسانسير لنقل الأفراد، هو أسانسير لنقل المنتج من مستوى إلى مستوى. الموتور ده راكب على جير بوكس علشان تخفيض السرعة طبعا، تمام. حصلت فيه حالة غريبة جدا، وهو إن بيفصل أوفرلود. الموتور بيفصل أوفرلود على فترات متباعدة، يعني ممكن الموتور يشتغل 5 ساعات والناس تقول لك الحق الموتور فصل اوفرلود، ممكن يشتغل 3 ساعات ويقول لك الحق الموتور فصل اوفرلود، ممكن ساعتين وممكن ساعة. المهم ان احنا راجعنا كل حاجة يا جماعة في الدايرة الكهربية بتاع الموتور علشان نشوف فصل الاوفرلود على فترات متباعدة ليه بيفصل الشكل ده كده. طيب شكينا طبعا اول حاجة في قيمة الحماية بتاع الاوفرلود او ضبط الاوفرلود بتاعه، الضبط بتاعه مظبوط والموتور نفسه برضو. النقطة اللي اكدنا عليها ان ما عليهوش حمل زائد، ميكانيكيا تمام، شغال تمام، ما فيش مشكلة خالص. طيب الاطراف الراكبة في الدائرة الكهربية او في دائرة الباور بالكامل كلها متقرط عليها، متحرق عليها بمعنى اصح، يعني مفيش اي تهوية في الاطراف تسبب المشكلة بتاع الاوفرلود على فترات متباعدة. رجعنا كل حاجة، شكينا كمان في الكابل، ان الكابل ممكن نفسه يبقى عامل مشكلة، غيرناه. شكينا في الاوفرلود نفسه، ان القلب بتاعه بقى ضعيف مش مستحمل قيمة التيار العادي فبقى يفصل باستمرار، برضو نفس الكلام. وشغلنا وتحصل المشكلة برضو بعد فترة من الزمن. طيب انا قلت لكم في البداية الموتور راكب على جير بوكس عشان يخفض السرعة. كانت المفاجأة بقى بعد ما عملنا كل حاجة، قلنا لا لازم نفك الموتور. وخلي بالكم احنا كنا قايسين الموتور، الموتور تمام، ملفاته تمام، مفيش اي تماس ما بينه وما بين الجسم، مفيش اي اختلاف في المقاومة بتاع الملفات، كل حاجة في الموتور تمام. وده اللي كان مسبب لنا، يعني احنا مستغربين طب هو بيفصل ليه. فاضطرينا بقى في الاخر ان احنا نفك الموتور، خلاص بقى يا جماعة فك الموتور ده ونزلوه على الارض علشان نشوف المشكلة جاية منين، تمام. وكانت المفاجأة ان يا جماعه الاويل سيل اللي موجود ما بين الجير بوكس وما بين الموتور كان ضارب ودخل بعض الزيت من الجير بوكس على الموتور، وهو ده اللي كان بيخلي الموتور يفصل اوفرلود باستمرار. طيب عملنا ايه بقى علشان نحل المشكله؟ طبعا خدنا الموتور، فكنا الروتور بتاعه، نظفناه كويس جدا بالبنزين، وخدنا الستيتور ونظفناه كويس جدا برضه بالبنزين، وبعد كده سيبنا الموتور يتهوى علشان البنزين ده يطير الاثر بتاعه. وبعد كده جبنا لمبه 100، لمبه تنجستين 100 واط، وبيتناها من بالليل للصبح شغاله في قلب الملفات في نص كده الاستيتور من جوه، علشان ينشف الملفات بشكل كبير جدا. وركبنا بعد كده، بعد ما خلصنا القصه ديت، جبنا الموتور وجمعناه، وطبعا حلينا مشكله الاويل سيل اللي هو كان ضارب عشان ما يسربش زيت تاني على الموتور. وركبنا وجمعنا وشغلنا، الموتور شغال 100 100 لحد دلوقتي، ما فصلش ولا مرة اوفرلود.